ست أطفال شهداء، وهذا حسام عمره 5 سنين، وأخته لحسام لحد الآن ما لقيناها. ست أطفال تحولوا جميعهم لأشلاء، والوحيد اللي نوجد ما تبقى من حسام عمره 5 سنين. تعرفوا نحن ليش هون عم ندفن في أرض البيت؟ لأنه ما بنقدر ندفن في المقبرة، لأنه وصولنا كان للمقبرة مستهدف بالكورنيت بالمدفعية وبأي سلاح بعيد المدى. القبر اللي عم ينحفر هو لحسام. هات لنصلي عليه صلاة. بدك تصلي عليه؟ هلق منصلي عليه، بس خليني أعطيه للعالم وأهديه، أهدي هاي الجرائم للعالم. قذيفة واحدة وصاروخ واحد استهدف تجمع أطفال، بعد طيران الاستطلاع، طيران الاستطلاع اللي رصد تجمع للأطفال استهدفهم. مكان وجودنا هون طلع صاروخ. يلا خلي خلص، شو حسام بيموت مرتين؟ حسام بيموت مرة، وكل واحد فينا بيموت مرة، بس الأهل ألف بيموت، بس غيرنا بيموتوا ألف مرة. شوف الأهالي، الأب عم بيدور على أخته لحسام، ما هو مصدق أنه ماتت. حسام في أرض البيت هون راح ينحط، وهي دماء حسام ما تبقى منها. ما هو هيك يا خالتي؟ يلا يا خالتي روحي احتمي، روحي احتمي يا خالتي. يلا قصف مركز ومستهدف على الأطفال والنساء. المشاهد على مدى 12 سنة هي نفسها اللي عم تشوفوها في غزة حاليا. القاتل في غزة هم الاحتلال الإسرائيلي، والقاتل في سوريا هو نظام الأسد المجرم. نفس الجرائم، نفس القتل، نفس الاستهداف المركز. من أجل تهجير الأهل هي الناس هون لحتى تعيش وتاكل. والله العظيم ما فينا حي انه نصرخ، حتى انك تصرخ عن وجعك وعن ألمك ما فيك تصرخ. بكفي انه حسام، انك تعرف انه ترى حسام موجود ضمن هالمجموعة الصغيرة.